وفي سابقة هي الأولى في العراق وأقليم كردستان، شهدت محافظة السليمانية ترجمة أول خطبة جمعة إلى شريحة الصم والبكم عبر لغة الإشارة، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من المصلين وأئمة المساجد الذين طالبوا بتعميم هذه الخطوة في جميع مساجد العراق لإنصاف هذه الشريحة المظلومية التي أو عفوا المظلومة التي لها الحق بفهم ما يدور في بيوت الرحمن. تفاصيل أوفى مع مخلد محمد. إشارات ودموع ترجمتها الفرحة بأول جمعة في رمضان يتم فيها ترجمة الخطبة لفاقد السمع والنطق على مستوى العراقي وإقليم كردستان. لأول مرة على مستوى العراقي وكردستان نلقي خطبة الجمعة لشريحة الصم والبكم في مدينة السليمانية، لأن لهم الحق في فهم ما يدور في خطب الجمعة في الجوامع. أنا سعيد اليوم مع زملائي الآخرين أن نستمع بالإشارة خطبة الجمعة، وهو أمر مهم لنا كمسلمين أولا وشريحة ذوي الإعاقة الخاصة. نشكر كل من ساهم في هذا الأمر وله جزء الخير في هذا الشهر الكريم. فئة مهمة مهمشة في مجتمعنا حظيت بفهم مفردات خطبة الجمعة بلغة الإشارات، خطوة تحسب للقائمين عليها حسبة لله في الشهر الفضيل، على أمل تعميمها في كافة المحافظات. والله مبادرة حلوة، بارك الله بكم. هذه يعني يا ريت هذه الفكرة تعمم يعني على كل أنحاء العراق، وحتى أنه هذول طبقة يحسون بأنه هم يعني في الشريحة ما حد مهتم بهم، فهذا الاهتمام اللي أنتم حضرتكم يعني توجهون به من خلال الإعلام يعني يفيد، وهذا بأجر. طالب الجهات المختصة بأن يعني يخصصوا لهم في كل مساجد في على مستوى العراق يخصص لهم مكان يأتون جماعة صمكم ويستمعون للخطبة الجمعة، فهذا من حقهم واجبهم علينا، هم ما يستمعون لشيء، الله سبحانه وتعالى امتحنهم في بهذا الامتحان، فعلينا أن نقوم بواجبهم تجاههم. القائمون عدوا الأمر وجوبا شرعيا على رجال الدين وعلى المؤسسات الدينية، لا سيما بأن هذه الشريحة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام والنصح بشكل كبير باعتبارها فاقدة لنعمتي السمع والنطق. فرحة لا توصف لهؤلاء الصم والبكم بتمتعهم بالسماع وفهم أول خطبة جمعة لهم في رمضان الكريم. كل عام وأنتم ألف خير. من السليمانية مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.